التواصل يستمر أيها الأخوة الكرام متابعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية واللقاء مع استمرارية انطلاقات أشواط صباحية هذا اليوم. شاهدنا أشواط المشتركات فهنيا لكل من تألق، ونبدأ مع أيضا فئة الصعاب والشوط الأول لفئة الأبكار الصعوبة إلى المقدمة الأولى إلى المركز الأول، وهنا مرعب عبد الله بن محمد بن يميع السبوسي، وهناك الشاهينية عبد الله بن علي بن عوض بن سيف الاكتبي، وتقدمت الآن نحو المركز الثالث. هذه أيضا الحاسمة لعبد الله بن سيف الرويقدة الاكتبي، ورابعا من تقدمت في هذه اللحظات الهدم محمد بن عبد العزيز المطروشي، وهنا ايضا الشبابيه حميد بن حمد ودقوم العويسي والاسماء القويه القادمه، ولكن عوده الى مقدمه الشوط. بسم الله يا مرعب مرعب، واعتقد بان اسم على مسمى، هذه مرعب عون لون، ما شاء الله على المقدمه على المركز الاول. ركز يا مصورنا، ركز يا مصورنا على الاسماء اللي قادمه. هناك وصلت الحاسمة عبد الله بن سيف الرويقدة الاكتبي، وبقول كفو عليه اللي بيحسم هذا الشوط. هذه لان تحركت الحاسمة، وتقدمت هناك ايضا اللي هي شاهنية احمد بن سالم بن راشد برقراقي المزروعي، ولكن بسم الله بسم الله بسم الله يا برويقدة، بسم الله يا برويقدة، ولكن هنا تعود اللي ايضا اللي هي مرعبة والحاسمة، ولكن الحاسمة حي هالويه الفليحة تنتزع الفوز تنتزع الانتصار. تهانينا والناموس وسلام يا عبد الله بن سيف بالرويقدة، ينتزع ناموسي هذا الشوط المركز الثاني ما شاء الله. هذه الان اللي احتلت المركز الثاني مرعبة لعبد الله بن محمد بن يبيع السبوسي، وفي المركز الثالث اللي وصلتنا مشاهدينا الاعزاء رمحة لمحمد بن عيد بالكوس الفلاسي، اسم رمحة اسم اللايق. تهانينا وناموس على هذا الفوز. دقيقتين 14 ثانية، وهذه الابكار من ندر الحلال اللي شاركنا اليوم كوجهة نظر. تهانينا وناموس لمالك مشاهدين الاعزاء الحاسمة عبد الله بن سيف برويقدة، ينتزع هذا الفوز. وتوقيت دقيقتين 14 ثانية، ونقول لك حافظ عليها يا برويقدة، ولكن يا بني يميع النوعية الجيدة الفاخرة اللي هي مشاهدين الاعزاء اللي هي مرعبة كذلك لا يستهربها، لها ان شاء الله المستقبل الطيب مع الايام القادمة. فنتمنى التوفيق لكم ولكل المشاركين، ودائما نميل مع النوعية النادرة التي تلفت انظارنا وانظار اهل الهجن المرشحين دائما في كل انطلاقاتنا. فهنيا لكل الفائزين.